هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، لنلقي نظرة على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام، EGX 30 المؤشر الرئيس في بورصة القاهرة منخفض ب6% بواقع 86 نقطة. في الأردن ارتفاع بعشر في المئة، بيروت ارتفاع بعشر في المئة أيضا، الدار البيضاء منخفضة بعشر في المئة. نذهب للأسواق الخليجية ونقرأ أولا من مؤشرات السعودية، انخفاضا ب 12% في المئة، عشر مئوي بحوالي 8 نقاط، وذلك بتراجع وهبوط 10 قطاعات بصدارة الرعاية الصحية بهبوط المستشفى السعودي الألماني ورعاية والاتصالات بانخفاض زين والاتصالات، ولكن في المقابل ربح 10 قطاعات بصدارة المرافق العامة بارتفاع كهرباء السعودية. في قطر انخفاض بعشرين في المئة، وتذبذب في أداء المؤشر العام للبورصة القطرية بشكل يميل للتراجع وسط خسائر في 3 قطاعات بصدارة التأمين بهبوط قطر للتأمين والإسلامية، العقارات بتراجع مزايا والمتحدة، وفي المقابل ربح قطاعان أولهما النقل بارتفاع سهمي الملاحة وناقلات. إلى الكويت، حيث نشهد انخفاضا ب أو يشهد انخفاضا ب 14 في المئة بتراجع 8 قطاعات بصدارة السلع الاستهلاكية بهبوط سهمي دانا وأمريكانا، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بانخفاض عدد من أسهمه بصدارة سهمي سور والراي، في المقابل ارتفاع في 4 قطاعات التأمين بمكاسب سهمي أولى تكافل والكويت للتأمين. في أبو ظبي انخفاض بعشرين في المئة كما نتابع، وفي دبي ارتفاع ب14 في المئة بصعود 6 قطاعات بقيادة الاستثمار والخدمات المالية بمكاسب عدة أسهم بصدارة دبي للاستثمار وسوق دبي المالي، وقطاع التأمين بصعود سهم سلامة، وقطاع السلع الاستهلاكية بارتفاع سهمي دي اكس بي للترفيه وماركا، في المقابل تراجع في 3 قطاعات الاتصالات بخسائر سهمي دوان، وقطاع الخدمات بهبوط سهم تبريد. البحرين انخفاض طفيف ب1% في المئة، سلطنة عمان انخفاض ب13 في المئة. الأسواق العالمية مشاهدينا الكرام وأسعار النفط والعملات والمعادن في هذا العرض.
مجموعة الوحدة الطبية، ابتسامتك عنا أحلى. من رؤية واسعة لإعمار الوطن، كانت أعيننا تراقب كل فرصة. نثمن ونسوق في جميع خيارات العقارات لنحقق لك سوقاً واسعاً من الفرص المختلفة، ابتداءً من التثمين بكل دقة، مروراً بالوساطة بكل شفافية، وانتهاءً بالإنجاز بكل التزام. نختصر لك كل ما تريد بين يديك. دلالة العقارية، إحدى شركات دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا بحضراتكم مجددا. الآن نتعرف على آخر الأخبار الاقتصادية التي وردتنا حتى الآن، ونبدأ من قطر على الأرجح، حيث قال أو أعلن وزير التنمية الإدارية والاجتماعية القطري أن الوزارة وقعت 36 اتفاقية ثنائية وخمس مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى دولة قطر. وأشار وزير التنمية الإدارية القطري أنه يجرى حاليا وضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.
تصل الباخرة السياحية سيبورن أنكور إلى ميناء الدوحة غدا وعلى متنها 600 راكب لتكون الباخرة الأولى من إجمالي 21 سفينة سياحية يتوقع وصولها إلى الدوحة مع انطلاق موسم السياحة البحرية 2017-2018 الأسبوع الجاري. وقال المسؤول بالهيئة العامة للسياحة إن قطاع السياحة البحرية يسجل معدلات نمو متسارعة. بحث وفد من رجال الأعمال القطريين خلال زيارة لأوغندا فرص إقامة مشروعات استثمارية تشمل مجالات التطوير العقاري والبنوك والسياحة والزراعة أيضا ضمن خطة لدخول السوق الأوغندي. وطرح الجانب الأوغندي عددا من المشروعات بينها إنشاء المدينة القطرية وبنك إسلامي قطري ومنح قطع أراض بحق الانتفاع لمدد طويلة. قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي إن الصندوق منفتح على ضخ استثمارات كبيرة في شركات مثل أوبر لخدمات نقل الركاب. من جهتها وصفت صحيفة وول ستريت جورنال استثمارات الصندوق السيادي السعودي بأنها مخيبة للآمال، خصوصا صفقة شراء حصة في شركة أوبر الأمريكية المتعثرة. كشفت بيانات رسمية أن الديون السعودية قفزت بنسبة غير مسبوقة منذ بدء أزمة تهاوي أسعار النفط قبل نحو 3 سنوات لتزيد بنحو 861% بعد أن وصلت إلى 113 مليارا و400 مليون دولار خلال أكتوبر الجاري مقابل 11 مليارا و800 مليون دولار بنهاية عام 2014. ودفع تهاوي أسعار النفط إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة السعودية إلى أسواق الدين، لتمثل الديون حاليا ما يعادل 17.7% من الناتج المحلي للبلاد الذي بلغ 2.4 تريليون ريال في العام الماضي 2016. أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة المصرية قلصت عدد العاملين بالقطاع الحكومي بنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة خلال العام المالي الماضي، لينخفض عدد العاملين إلى 5 ملايين موظف، فيما أكد مسؤول بوزارة المالية أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن 2 مليون موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل. أشاد حاكم مصرف لبنان المركزي باحتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاجها البنك المركزي للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأمريكي في المستقبل المنظور. وأشار المركزي أن الاحتياطيات لدى المصرف تجاوزت 44 مليار دولار، مشيرا أن هذا المستوى يعد قياسيا. توقع رئيس الوزراء التركي أن يسجل الاقتصاد التركي أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري ليكون هو الأفضل بين دول مجموعة 20، وتوقع نموا سنويا بنحو 7%. وأضاف المسؤول التركي أن العام المقبل سيكون أفضل من الحالي بالنسبة لتركيا، وسيستمر التضخم ما دون 10%. انتهت الأخبار مشاهدينا الكرام، وأيضا تغطيتنا التي تتجدد مع حضراتكم بعد حوالي ساعة من الآن. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.